مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة هتكون غاية في الأهمية، عندنا أخبار ومواضيع عديدة هنتكلم فيها، وبالتحديد كمان فيما يتعلق بآخر الأخبار المحلية والعالمية وأخبار نادينا العظيم النادي الأهلي اللي مقبل على بطولة غاية في الأهمية، بطولة كاس السوبر أمام نادي الزمالك يوم الجمعة القادم بإذن الله. فالكلام والحديث هيكون كتير خلال الساعات والأيام القليلة القادمة. ضيف حلقة النهاردة هيكون الأستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي بالأهرام، وهنستفيد كالعادة في الحديث عن كل هذه الملفات وكل هذه الأمور. عندي موضوع مهم جدا هتكلم فيه بعد ما نروح نشوف أهم وأبرز العناوين. يلا الأهلي واصل استعداداته لمواجهة الزمالك. فحص طبي لأزارو اليوم، وربيع يعود خلال 48 ساعة للتدريبات الجماعية. برنامج خاص لتأهيل محمد محمود. جمال الغندور كل الاحتمالات واردة في اختيار حكم القمة. انقسام في الجبلاية بسبب مدرب المنتخب. اليوم غلق باب القيد المحلي. اليوم صلاح يقود ليفربول في مواجهة نابولي بدوري الأبطال. موضوع المدرب بتاع منتخب مصر طول قوي صح؟ دمه بقى تقيل جدا جدا يعني، والكلام كل يوم كتير جدا عن الموضوع ده وتأخره قوي. فالقصة باختصار هنحكيها لحضرتك. الوضع ايه؟ الوضع ان المفروض من خلال 10 او 15 يوم فاتوا كان يتم الاعلان عن مين مدرب الكابتن ايهاب جلال. كان هيجي مدرب ويتم الاعلان من اسبوع، من 10 ايام او من 15 يوم بالظبط يعني. بعد كده حصل اختلافات، اللي كان بيقود مفاوضات مع كابتن ايهاب جلال محمد فضل عضو اللجنه الخماسيه، ومن ضمن اعضاء اللجنه اللي بتتولى ملف المدير الفني لمنتخب مصر. المفاوضات كانت ماشيه بشكل كويس لحد ما الكابتن ايهاب جلال كان متمسك بالكابتن حمد ابراهيم اللي هو المساعد بتاعه دايما في كل الاجهزه الفنيه اللي بيكون متواجد فيها، والكابتن مصطفى كمال كمدرب حراس المرمى. النقطه هنا، ومش هيبقى سر لو قلت لحضراتكم، ان احد الاعضاء البارزين المسؤولين البارزين في الاتحاد المصري السابق المستقيل كان متمسك وطلب بصراحه كده من الاخر، بحب انا اتكلم من الاخر بصراحه، طلب ان عصام الحضري هو اللي يجي. واضح ان المجامله لسه موجوده عنده، يعني هو مش عايز يغير من اسلوبه يعني. فكان في ضغوط، والعلاقه ما بينه وبين الموجودين دلوقتي كويسه بدون ذكر اسماء يعني. فالقصه هنا وقفت مع الكابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال مصمم على مساعديه، وفي الحياه دي حاجه مميزه جدا عن الكابتن ايهاب جلال. يعني ممكن واحد يجي يقول لك ايه؟ ده انا همسك منتخب مصر اللي انتوا عايزين تجيبوه هاتوه، المهم انا مدير فني منتخب مصر، انا كده يعني ايه الجمال ده؟ اي حد يحلم بالموضوع ده. لكن اللي عاجبني في شخصيه الكابتن ايهاب جلال انه متمسك بشروطه واثق في نفسه كمدير فني. المهم، فكابتن ايهاب جلال كان متخيل ان الاتحاد موافق على شروطه، والاتحاد متخيل ان الكابتن ايهاب جلال هيبقى مرن في الموافقه على شروط الاتحاد او اللجنه الخماسيه، والموضوع ده ما حصلش. لحد امبارح تم التواصل من قبل عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه مع الكابتن حسام حسن عشان يجي يتولى مسؤوليه المنتخب الوطني. كابتن حسام حسن تمسك بس بكابتن ابراهيم حسن يكون موجود هو مدير المنتخب، لكن الباقي عنده مرونه كبيره في التفاوض على الاسماء اللي تكون معاه في الجهاز الفني. هي دي القصه باختصار لحد دلوقتي، ده اللي بيحصل. من المتوقع امتى يتم الاعلان عن الجهاز الفني منتخب مصر؟ المفروض النهارده او بكره. المفروض هو كان المفروض اصلا من فتره كبيره، لكن هم اتأخروا قوي بصراحة. فهنشوف خلال الفترة دي، سواء الساعات الحالية النهاردة بكرة، ممكن يتم الإعلان عن المدير الفني منتخب مصر. عماد متعب اسم مطروح؟ اسم مطروح طبعا. تواجد إيهاب جلال كمدير فني منتخب مصر يساوي تواجد عماد متعب كمدير للمنتخب، دي طبقا للأخبار حتى الآن اللي حاولنا إن احنا نوصل لمعلومات من خلال طبعا المسؤولين في اتحاد الكرة. لكن في كل الأحوال
الملف طول وبقى دمه تقيل وعايزين نخلص منه، لان بصراحه المنتخب مجبل على امور مهمه قوي، عندك تصفيات الامم الافريقيه، تصفيات كاس العالم، فلازم تجهز نفسك كده بدري بدري يعني. وانا مش شايف ان في اي ضغوط على الاتحاد المصري لكره القدم او اللجنه الخماسيه، لان خلاص التجربه اللي فاتت كانت صعبه وفشلت فشل ذريع سواء على المستوى الاداري او المستوى الفني، لكن في كل الاحوال انت خد القرار والناس كلها في ظهرك. اي واحد من الخمسه الموجودين دلوقتي لو مسك منتخب مصر، الخمسه المرشحين، كل الناس هتبقى في ظهره وهتساند القرار. فنتمنى الامر يحسم سريعا. عايزين نقرب من المشهد بشكل اكبر، عشان كده هستضيف على الهاتف الاستاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي الكبير. يا استاذ احمد مساء الخير عليك. مساء الفل يا زميل، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. اخر اخبار ملف المدير الفني لمنتخب مصر يا احمد، وانا عارف ان انت قريب جدا من الكواليس، عايزين نعرف الناس ايه الجديد؟ طيب خليني اقول لك انه الملف اللي انا مسميه الملف الجملي اللي مش عايز يخلص دوت، ملف المدير الفني في اتحاد الكوره، في وجهات نظر مختلفه كتير داخل اتحاد الكوره، في قطع رصد في خلال ال 48 ساعه الاخيره. احمد الصوت مش واضح، يا ريت تتحرك يمين او شمال شويه عشان الصوت يبقى واضح. كده سامعني؟ اه كده تمام. في جهازين فنيين داخل منتخب مصر، الجهازين الفنيين دول مرشحين، في جهاز مرشح من اللجنه اللي موجوده وبالاخص الكابتن محمد فضل وبعض الاعضاء اللي معاه. على راسهم الكابتن ايهاب جراء. الصوت مش واضح يا احمد، الصوت مش واضح. طيب هنعاود الاتصال بالاستاذ احمد عبد الباسط لانه اكيد عنده كواليس كثيره وجديده مختلفه في موضوع مدرب المنتخب الوطني الاول، والاهم في كل الاحوال ان خلاص بقى نركز في اللي جاي مع مدير فني يتم اختياره. وارد وطبيعي ان يبقى في اختلافات في وجهات النظر، لكن في الاخر انتوا كخمس اعضاء في اللجنه الخماسيه اعملوا تصويت واختاروا، ما فيهاش مشكله، ده الطبيعي في اي حته يعني. لكن كل واحد متشبث ومتمسك برايه، ده معطل الملف بشكل واضح زي ما احنا متابعين دلوقتي. التعطيل ده مش مصلحه الكره المصريه، وبالمناسبه دي من ضمن السلبيات الكبيره جدا عند اللجنه الخماسيه حاليا. يعني احنا من يومين اشدنا بايه؟ بجدول الدوري. رئيس لجنه المسابقات تعب وعمل الجدول الدوري، حاجه بتحسب في الاخر ليه؟ للجنه الخماسيه. اشدنا كل الاشاده بالموضوع ده، وجدول الدوري كويس ومش عارف، حتى لو في اي سلبيات ده طبيعي، اي حاجه هيبقى فيها سلبيات صغيره، لكن في المجمل ما كانش في مباريات بمواعيد محدده، بالساعه كام، بالملاعب محدده وكلام من ده. فدي ايجابيه اتكلمنا عنها خلاص. لكن سلبيه واضحه ومن اهم الامور ومن اهم الملفات لسه ما عالجتهاش، رغم ان انت داخل في شهر دلوقتي ماسك مسؤوليه الاتحاد المصري لكره القدم، فانت بتعطل الكره المصريه، بتعطل منتخب مصر. لازم المدير الفني اللي يجي يلحق يلم الامور ويبص على اللاعبين، والدوري هيبتدي خلاص، الموسم هيبتدي ماتش السوبر يوم الجمعه، فالمدير الفني الجديد يقعد يتفرج يختار براحته، يتابع اللاعبين على فترات طويله عشان بعد كده في الاخر ايه؟ يختار القائمه الانسب يعني. ففي كل الاحوال نتمنى ان الملف ده خلال الفتره الجايه او خلال الساعات القليله يخلص بقى. طيب خلينا نروح لبعض الاخبار لحد ما يجي لنا احمد عبد الباسط. النهارده الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف اعلن اقامه قرعه كاس افريقيا 2019. طيب قبل ما نكمل الخبر ده نروح لاحمد عبد الباسط. يا ابو حميد اتفضل. سامعني كويس كده يا مين؟ سامعك كده تمام اتفضل. اتفضل. اقول لك انه في جهازين فنيين لمنتخب مصر، جهاز يقوده اللجنه اللي هو كابتن عماد متعب، كابتن ايهاب جلال، هو مدرب عام لم يتم ذكره على الاطلاق في الاعلام او السوشيال ميديا، اللي هو ما اعرفش هو ليه مين، ولكن عرفت من المعلومه ان اسمه مش من اللي بيترددوا خالص يعني. تمام. مع الكابتن حمد ابراهيم مدرب مساعد، والكابتن محمد شوقي مدرب مساعد، والكابتن مصطفى الكمال، وده كده يبقى شروط الكابتن ايهاب جلال اللي هو طالبها. كويس. في جهاز ثاني المعنيين من خارج اتحاد الكوره، سواء وزير الشباب والرياضه، سواء المهندس هاني ابو ريده، سواء بعض الناس المقربين، بيتمنى الكابتن حسن شحاته، الكابتن احمد حسن يتواجد بقى. لسه التركيبه اللي في النص، المدرب العام حسن يبقى شحاته. نعم بتقول كابتن حسن شحاته يا احمد؟ الكابتن حسن شحاته. مش حسام حسن يعني. ويبقى موجود مدير كوره الكابتن احمد حسن، ومدرب حراس الكابتن عصام الحضر. ولكن عايزين الدفاع خصوصا
وكان لحد امبارح اثنين من اعضاء اللجنه ميالين لجهاز الكابتن حسن شحاته. ولكن تم استقطاب ليهم شخص ثالث بالامس من داخل اللجنه على راسهم الاستاذ عمرو الجنايني اللي بدا يرفض وجود الكابتن ايهاب جلال. وانا بقول لك على مسؤوليتي الشخصيه انه تم خلال ال 48 ساعه الماضيه داخل اللجنه انه في ناس هي المسؤوله، في ناس انا المشرف، في ناس انا اللي ابقى مسؤول عن القرار. فبالتالي في انقسام كبير جدا داخل اللجنه جدا لحسم الموضوع، خصوصا زي ما كنت بتقول في الاول انه عندنا مباراه في الاجنده الدوليه يوم سبعة من يوم 7 اكتوبر اللي جاي. الامور مش هتوصل، يعني مش هتوصل انه يبقى الكابتن ايهاب جلال بنسبه 100. طيب الصوت مش واضح، الصوت مش واضح. فأنا بشكرك يا أحمد شكرا جزيلا، الأستاذ أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي الكبير. وقال بعض التفاصيل كده على حسب يعني ما اللي سمعناه إن برضه الكابتن حسن شحاتة لسه في السور، وأنا بقول لحضراتكم برضه معلومة إن الكابتن حسام حسن في السور. فإذا الموضوع انحصر دلوقتي، أسهم إيهاب جلال بتقل، أسهم حسن شحاتة وحسام حسن طبعا مع حفظ الألقاب للجميع بتزيد، فالملف المفروض ان هو يحسم خلال الفتره اللي جايه. بخلاف موضوع المنتخب اللي نفسنا ان شاء الله يخلص بسرعه، نروح لبعض الاخبار السريعه. اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف يوم الثلاثاء اقامه قرعه كاس افريقيا 2019 تحت 23 سنه اللي هتكون في شهر 11 في مصر من فتره من 8 ل 22 نوفمبر. والقرعه تم تحديد مواجهات الدور الاول من البطوله في 3 اكتوبر الساعة الخامسة، القرعة هتجرى يعني إن شاء الله يوم 3 أكتوبر الساعة الخامسة في مدينة اسكندرية بالتحديد في المنتزه، ومكان طبعا مميز. وبحب قوي اختيار الأماكن المميزة القديمة الأثرية، الكلام ده يعني بيعكس شكل الحضارة المصرية وبيعكس شكل التراث المصري وكل هذه الأمور يعني، فإحنا في حاجة لكل الكلام ده. بتشارك في البطولة 8 منتخبات زي ما احنا عارفين، طبعا مصر البلد المضيف والكاميرون وكوت ديفوار وغانا ومالي ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا، دي المنتخبات اللي هتشارك. النهارده كمان في ماتشات في الشامبيونز ليج، بداية دور المجموعات في إنتر ميلان هيلاعب سلافيا براغ من التشيك، وليون فرنسي هيلاعب زينت سان بيترسبورغ من روسيا، وطبعا مباراه قويه جدا ما بين بورسيا دورتموند وبرشلونه، مش عارفين لسه ميسي هيكون متواجد ولا لا. المباراه اللي الكل اكيد هيتابعها كمان مباراه نابولي وليفربول، نتمنى كل التوفيق ليفربول اللي بيحافظ او بيدافع عن لقبه، وكل التوفيق طبعا لنجمنا المصري محمد صلاح. في كمان ريد بول سالزبورغ النمساوي هيلاعب كي ار سي جينك من بطل بلجيكا، اياكس امستردام هيقابل ليل الفرنسي، وتشيلسي هيقابل فالنسيا، بنفيكا البرتغالي مع لايبزيج الالماني. بكره ايضا في مباريات لكن دي اهم المباريات النهارده. مباراه الاهلي والزمالك، وده الحديث بقى حديث الساعه في الساحه الرياضيه المصريه بشكل كامل. عايز اقول خبر مهم، خطوط سير الجماهير اتحددت خلاص، بوابات الدخول لبرج العرب هتكون ازاي، خصوصا في ظل حضور 5000 متفرج من جمهور النادي الاهلي و5000 متفرج ومشجع من جمهور نادي الزمالك. حدد الاجتماع الامني لمباراه السوبر بين فريقي الاهلي والزمالك يوم الجمعه المقبل باستاد برج العرب عن خط سير الجماهير الى الاستاد، حيث يسلك جمهور الزمالك محور التعمير عن طريق الكيلو 21، اما جمهور الاهلي فسوف يسلك مدخل الهواريه من الصحراوي. وتم تخصيص الجهة اليمنى لجمهور الزمالك كما هو المعتاد، وتحدد بوابة 10 لدخول حاملي تذاكر الدرجة الموحدة، وبوابة 2 لدخول حاملي الدرجة الأولى، فيما تم تحديد بوابة 7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادي الأهلي، وبوابة 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى من جمهور الأهلي. فيما تم تحديد بوابة 4 لدخول الفريقين، وبوابة 1 لكبار الشخصيات والإعلام الذين تحدد أعدادهم ب 150 صحفيا و 75 مصور. إذن هي فرصة لعودة الجمهور، وعلى مدار الأيام اللي فاتت كل الزملاء الإعلاميين كانوا بيتكلموا في الجزئية دي بالتحديد، عايزين نستغلها الفرصة دي، لازم نستغلها، عايزين نرجع الحياة لطبيعتها في الكرة المصرية. فالدور عليك أنت اللي هتحضر المباراة الجاية، سواء انت كزملكاوي او كاهلاوي، اي واحد هيحضر التزم بالسلوك اللائق، حاول تشجع فرقتك بس، ما تتطرقش لاي فريق اخر، مالكش دعوه بحد، ركز فريقك، فريقك فعلا محتاجك. انا بقى بتكلم على جمهور الاهلي بالذات، يعني فعلا فريقنا محتاج جمهوره يعني، فنفضل في ظهرهم ونساندهم ونشجعهم هم بس. ف
فان شاء الله تكون بدايه لعوده الجماهير المصريه بشكل طبيعي خلال الفتره الجايه. عايز ادخل في الحلقه سريعا، نروح نشوف اهم وابرز الاخبار اللي اتكتبت على النادي الاهلي في الصحف النهارده. يلا. الاخبار: صلاح محسن هجام الاهلي في السوبر، الفريق من المطار الى الملعب ودرس خصوصي لفايلر عن حساسيه القمه. الاخبار المسائي: الاهلي يضع خطه السوبر، فايلر يحسم قرار المعسكر المبكر واثاره خارج الحسابات. اليوم السابع: الاهلي يرفض بيع احمد فتحي لبيراميدز في الصيف، محاولات لتجهيز ايمن اشرف، وفايلر يضع خطه السيطره على الوسط في السوبر. روزا اليوسف: غينيا تكشف مخطط الاهلي للسوبر، معسكر مغلق وقرار فني يجبر اللاعبين على العوده لتيتش. المسا: استعدادا للسوبر، تدريبات شقه للبدلاء في الاهلي. الجمهوريه: استعدادا للسوبر، الاهلي يرفع الاستعداد للدرجه القصوى. الوفد: السوبر حديث الصباح والمساء في الاهلي، فايلر يطلب تسجيل مباريات الزمالك وازمه دفاعيه قبل موقعه برج العرب. الدستور: الاهلي يدرس الدخول في معسكر مغلق استعدادا للابيض، فايلر يهدد صالح واجايه بالخروج من قائمه الفريق بسبب السهر والوزن. الشروق: فايلر يدرس مواجهه الزمالك بتشكيل مباراه كانو، صلاح محسن بديلا لمروان وياسر ابراهيم يعوض ايمن اشرف وغموض موقف ازارو، محاولات لتجهيز ربيعه وقمصان، القمه لا تخضع لظروف. المصري اليوم: فايلر يفاضل بين مروان وصلاح لقيادة هجوم الأهلي في السوبر، ارتياح لتعافي ربيعة وجيرالدو من الإصابة، المدرب السويسري يحذر لاعبيه من شيكابالا وبن شرقي، وبرنامج بدني لمحاربة الإجهاد. الوطن: أزمة في دفاع الأهلي قبل مواجهة الأبيض، مفاضلة بين صلاح ومحسن، فايلر يجهز أفشة، غموض موقف أزارو، الفريق يتسلم الزي الجديد وتي شيرت خاص لدعم زكريا. الأهرام: فايلر يضع خطة مواجهة الزمالك في السوبر، المدير الفني للأهلي للاعبيه: ثقوا بأنفسكم فأنتم أبطال الدوري. طيب، اخبار كتيره جدا عن النادي الاهلي وبالتحديد عن مباراه السوبر، وده شيء طبيعي جدا، مفيش اقوى وافضل من مباراه اهلي وزمالك، نتمناها ان هي تكون فنيا كمان على مستوى الحدث، يعني لان الفتره اللي فاتت مباريات الاهلي والزمالك فنيا كانت ضعيفه جدا، كان في ظروف مختلفه في كل الاحوال. لكن خلينا نناقش الاخبار بتاعه النهارده، نبتدي بجريده الاخبار. جريدة الأخبار بتقول: صلاح محسن هجام الأهلي في السوبر، وده توقع استنتاج بعد تألق صلاح محسن خلال الفترة اللي فاتت وكمان إحرازه لهدف في مباراة كانو سبورت، الهدف الأول للفريق. الفريق من المطار للملعب، يعني الفريق طبعا رجع صباح أول أمس أو صباح أمس بالتحديد، وكل اللاعبين راحوا لمنازلهم، وبعد كده كان في ميعاد للتجمع في استاد مختار التتش في تمام الساعة 4 عصرا. ودرس خصوصي لفايلر عن حسابات او حساسيه القمه معروف خلاص، مستر فايلر مدرك تماما اهميه هذه المباراه، الموضوع وصل له ما تقلقش. نروح للاخبار المسائيه: الاهلي يضع خطه السوبر، فايلر يحسن قرار معسكر مبكر وازاره خارج الحسابات. فرص ازاره فعلا ضعيفه شويه، عنده جزع في الركبه، في اختبار طبي ليه النهارده، اتعمل اشعه امبارح، النتائج لسه مش عارفينها ايه، هنعرفها بعد قليل من خلال مراسلنا في مقر التتش، مقر الجزيره الخاص بالنادي الاهلي واستاد مختار التتش، ونعرف كل التفاصيل دي. لكن في كل الاحوال ازاره فرصه ضعيفه شويه، وعندك صلاح محسن ومروان محسن عملوا مباراه كويسه طبقا الكلام اللي سمعناه، لان طبعا مباراه كانت شمزعه ما شفناهاش، لكن ما نقلقش ان شاء الله باذن الله حتى لو ازاره مش جاهز. موضوع المعسكر هيتم تحديده النهارده بعد المران، هل هيبقى في معسكر مبكر ولا الفريق هيسافر قبل المباراه بيوم لبرج العرب، هنشوف كل الكلام ده. نروح لليوم السابع:
الاهلي يرفض بيع احمد فتحي لبيراميدز في الصيف. الموضوع محسوم من زمان، يعني احمد فتحي المبدا نفسه كان مرفوض، يعني ان يتم التفريط في احمد فتحي. احمد فتحي طبعا مكمل مع النادي الاهلي، النهارده اخر يوم في فتره القيد. بالمناسبه قد ركز في كلامي، قد يكون في بعض التعديلات الطفيفه في قائمه الفريق النهارده، قد يعني مش اكيد. محاولات لتجهيز ايمن اشرف. ايمن اشرف كده كده هم كاتبين يعني في متن الخبر، انا قريت هم يعني عندهم المعلومه غلط شويه. ايمن اشرف كده كده موقوف في مباراه الزمالك، هو اصلا كمان مصاب لكن اصابه خفيفه، يعني لو كان مش موقوف كان ممكن يلحق المباراه. فتجهيزه هيكون لمباراه سموحه بقى، لان مباراه سموحه هتبقى يوم الاثنين على طول، فخلاص المباراه كلها ورا بعض. فان شاء الله ايمن اشرف يتم تجهيزه بالصوره اللائقه خلال الفتره اللي جايه، لكن هو مباراه الزمالك مش موجود فيها. بايلر يضع خطه السيطره على الوسط في السوبر. طبعا وسط الملعب هو اللي فيه كل الامور اللي قد تتحكم في المباراه من قبل الاهلي او من الزمالك. الاهلي عنده وسط ملعب قوي، حمدي فتحي، عمرو السوليه، اليو ديانج، محمد مجدي قفشه، صالح جمعه، ناس كتير موجودين في المركز ده. في المقابل نادي الزمالك ايضا عنده خط وسط قوي، فرجاني ساسي، طارق حامد، بعض اللاعبين الاخرين كمان اللي قد يكونوا متواجدين في هذا المركز. فنص الملعب هو فعلا ممكن يتحكم في المباراه، فاكيد في حسابات كتيره جدا فنيه ادرى الناس بيها المدير الفني هنا ومدير الفني هنا. ان شاء الله نتمنى المدير الفني النادي الاهلي مستر فايلر هو اللي يكون موفق. طيب نروح لروزل يوسف. غينيا تكشف مخطط الاهلي للسوبر، معسكر مغرق وقرار فني يجبر اللاعبين على العوده للتتش. يعني هم ممكن بيكون بيقولوا يعني ان الاهلي ممكن يلعب بالشكل اللي لعب بيه في مباراه كانو سبورت، حتى لو احنا مش عارفين اصلا شكل الاهلي في مباراه كانو سبورت كان عامل ازاي. عارفين التشكيل لكن اسلوب اللعب الشكل التكتيكي الخططي لا ما كانش واضح، ما حدش اتفرج اصلا يعني. فعموما هنشوف المباراه من الجانب الفني بالتحديد فيما يخص النادي الاهلي هتكون ازاي، ونتمنى ان شاء الله الفريق يفوز باذن الله. طيب نروح لفين تاني؟ نروح للوفد. السوبر حديث الصباح والمساء في الاهلي، هو مش في الاهلي بس، هو في مصر كلها، الكل مترقب هذه المباراه. فايلر يطلب تسجيل مباراه الزمالك، ده طبيعي وهو اتفرج على عدد كبير جدا من مباريات نادي الزمالك بالتحديد المباريات الاخيره تحت قياده ميتشو. وازمه او ازمه دفاعيه قبل موقعه برج العرب، مفيش ازمه دفاعيه ولا حاجه، هما بيتكلموا ان في ازمه ليه؟ لان بيقول لك عندك ايمن اشرف غايب عن هذه المباراه، عندك رامي ربيعه صعب انه يلحق المباراه دي، وسعد سمير لسه مش جاهز طبعا، فالخيار الوحيد هيكون باللجوء لياسر ابراهيم ومحمود متولي. سؤال بقى، هل ياسر ابراهيم لعيب فنيا ضعيف؟ لا طبعا، لعيب جامد قوي في خط الدفاع. هل محمود متولي لعيب ضعيف؟ لا طبعا، لعيب جامد جدا. فمفيش قلق، الاثنين موجودين. القلق ممكن يكون في ايه؟ ان انت مين عندك بديل لا قدر الله لو حد فيهم اتعرض لاصابه خلال مجريات المباراه يعني. لكن ايضا عندك محمد هاني مثلا بيقدر يجيد في هذا المركز، فان شاء الله مفيش قلق مفيش ازمه يعني. نروح للدستور. الاهلي يدرس الدخول في معسكر مغلق استعدادا للابيض، ده هيبان النهارده ان شاء الله بعد التمرين، والتمرين في هذه اللحظات وانا بتكلم مع حضراتكم ابتدى بالتحديد في تمام الساعه الخامسه وممتد حتى الان. فايلر يهدد صلاح واجايب الخروج من قائمه الفريق بسبب السهر والوزن، يعني برضه دي استنتاجات لان صلاح موجود واجاي موجود والاثنين كانوا موجودين في غينيا يعني. فالراجل بالمناسبه وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، هو ما بيفكرش في ما هو مضى بالنسبه لكل لاعب، هو بيتفرج وبيقيم، مش عايز يسمع اي اراء عن اي لاعب قبل كده قبل ما هو يجي. لا هو بيتفرج وبيقيم ويشوف اللعيبه على ارض الواقع، وجرب ناس في مباراه كانو سبورت، جرب ناس في مباراه كانو سبورت لان كان في تفكير شويه ان هو عايز يشوف بعض اللاعبين يقف على مستوياتهم، وخصوصا ان هو عارف مستويات بعض اللاعبين اللي ما شاركوش بشكل اساسي في هذه المباراه. لكن في كل الاحوال موضوع اجاي وصلاح جمعه، لا الاثنين ملتزمين والاثنين متواجدين، وساعات الناس بتستنتج شويه ان طالما ما لعبوش المباراه وان صلاح كان بره السكور وكلام من ده يبقى في اتجاه ضد الاثنين اللعيبه دول، لا مفيش الكلام ده. نروح للشروق. فايلر يدرس مواجهه الزمالك بتشكيل مباراه كانو، وصلاح محسن بديلا لمروان، ياسر ابراهيم يعوض ايمن اشرف، غموض موقف ازارو زي ما قلت لحضراتكم، ازارو الموضوع صعب شويه انه يلحق، محاولات تجهيز ربيعه ايضا صعب، وكابتن سامي مصلي تصريح بيقول ان القمه لا تخضع لاي ظروف. طبعا ما حدش يقدر يتوقع مباراه القمه نتائجها تكون ايه، لكن ان شاء الله تكون النتيجه لصالح النادي الاهلي.
طبعا فايلر بيدرس التشكيل الزمالك اللي هيواجه بيه الفريق، وبيشوف الانسب ايه لهذه المباراه، وكل مدير فني بيشوف السيناريو المناسب واللي يقدر يجيب له الفوز ويجيب له البطوله، لان دي مباراه بطوله. فان شاء الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي. نروح للمصري اليوم. المصري اليوم بتتكلم بتقول ان فايلر يفاضل بين مروان وصلاح لقياده هجوم الاهلي في السوبر، وما فيش غيرهم دلوقتي الموجودين، حتى اظهروا بعيد شويه عن الصوره، فهنشوف ايا كان مين فيهم اللي هيشارك. الاثنين مميزين وان شاء الله يساهموا في الفوز. ارتياح لتعافي ربيعه وجيرالدو من الاصابه، برضو قلنا فرص ربيعه صعبه، جيرالدو موجود باذن الله. المدرب السويسري حذر اللاعبين من شيكابالا وبن شرقي، اثنين لعيبه تقال قوي طبعا في نادي الزمالك. شيكابالا لعيب جامد وبن شرقي لعيب ايضا مميز. حسابات يعني زي ما الزمالك بيعمل حسابات للاعبي النادي الاهلي، اكيد النادي الاهلي هيعمل حسابات للاعبي نادي الزمالك، لان احنا عندنا لعيبه النادي الاهلي احسن لعيبه في مصر، لعيبه نادي الزمالك برضو لعيبه مميزه، فطبيعي جدا كل فريق يعمل حساب للاخر. يعني برنامج بدني خاص او لمحاربه الاجهاد، اجهاد طبعا ناتج عن السفر، وكده كده هيكون في اجهاد خلال الفتره اللي جايه بسبب السفر وبسبب طبعا توالي المباريات. يعني نروح للوطن. برضو الناس بتقول ان في ازمه في دفاع الاهلي، مفيش ازمه يا جماعه ولا حاجه، ان شاء الله عندنا اثنين لعيبه جامدين قوي ان شاء الله هم اللي هيلعبوا، مفضله بين صلاح ومحسن، صلاح محسن ومروان محسن. فايلر يجهز قفشه، قفشه جاهز. غموض موقف ازارو، موقف ازارو صعب. الفريق يتسلم الزي الجديد ده قريبا جدا، وتيشيرت خاص لدعم مؤمن زكريا، وده شيء هيكون مهم جدا من الجانب المعنوي مؤمن زكريا باذن الله. واعتقد الفرقتين هيلبسوا التيشيرت اللي عليه صوره مؤمن زكريا في مباراه السوبر، ده الاقرب حتى الان يعني، فدي تبقى لفته طيبه. ونتمنى المؤمن ان شاء الله يعود سريعا باذن الله للملاعب بعد انتهاء فتره علاجه. وعجبني قوي التكاتف من كل الناس، كل الجماهير والمصريه بشكل عام، مش جمهور النادي الاهلي بس، خلف مؤمن زكريا. طبعا النادي الاهلي بدوره دايما دايما خلف ابنائه يعني، فده شيء مفروض منه. طيب دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في المواقع ايه؟ نروح نشوف. الشروق، الاهلي واصل استعداداته لمواجهه السوبر امام الزمالك. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، ربيعه يعود للمران الجماعي خلال 48 ساعه. اليوم السابع، الأهلي يختبر ركبة أزارو لتحديد موقفه من المشاركة أمام الزمالك. موقع الكابتن، طبيب الأهلي، وليد أزارو جاهز للسوبر. صدى البلد، برنامج خاص لمحمد محمود نجم الأهلي. سوبر كورة، ياسر إبراهيم يقود دفاع الأهلي أمام الزمالك في السوبر. مبتدا، فايلر يضع خطة السيطرة على منطقة الوسط في مباراة السوبر. فيتو، الأهلي يدرس الاستمرار في برج العرب بعد لقاء السوبر. نبتدي بموقع رسمي للنادي الأهلي، بيتكلم عن رامي ربيعة، وان رامي ربيعه يعود للمران الجماعي خلال 48 ساعه. حالته بتتحسن بشكل كبير رامي ربيعه، احنا عارفين عنده شد خفيف في الخلفيه، لكن في صعوبه فعلا في لحاق رامي ربيعه بهذه المباراه، لكن عايزين نعرف الاخبار بشكل ادق وشكل اكبر. نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. الاخبار عندك ايه يا فاروق؟ طمنا على الاستعدادات لمباراه السوبر وجاهزيه اللاعبين. خلينا اقول في البدايه يا امير، عقب طبعا عوده الفريق من غينيا الاستوائيه والفوز على فريق كانو سبورت انزيني في ذهاب دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا، بيستأنف النادي الاهلي النهارده مرانو من اجل الاستعداد دي جديده وبطوله جديده. النادي الاهلي طبعا زي ما كلنا عارفين بتطلع من بطوله لبطوله من صفحه لصفحه، فالنهارده النادي الاهلي استأنف مرانو. في البدايه امير خليني اقول لك ان الكابتن محمود الخطيب متواجد النهارده في مران فريق النادي الاهلي، قبل بانطلاق المران سمع مع اللاعبين في منتصف ملعب فارتيتش وحث اللاعبين على اهميه المباراه وقيمه المباراه بالنسبه للجمهور
دوره اسعاد جماهير النادي الاهلي واهميه هذه المرحله وانها تكون بدايه ان شاء الله للموسم الجديد بعد اكتمال الكابتن محمود الرصيد مع اللاعبين والرسائل اللي وصلها. مستجد كابتن مؤمن زكريا كان في جلسه ثنائيه جمعت ما بين الكابتن محمود الخطيب ومؤمن زكريا بروح الاب يعني احساس العيله وروح الاب الكابتن محمود الخطيب في كلامه وفي حديثه مع مؤمن زكريا ده النهارده ده فاروق ده الكلام ده النهارده؟ النهارده يا امير يعني مؤمن زكريا كان موجود في المران مؤمن زكريا موجود ده كان موجود في المران وكان مع الكابتن محمود الخطيب قاعد متواجد معاه في المران ورفع الرحمه للروح المعنويه لمؤمن زكريا لان انت متواجد واحنا موجودين معاك واحنا في ظهرك كويس جدا كلها امور طبعا المدرسه نروح لتفاصيل المران طمن جماهير النادي الاهلي يا امير على مبدئيا رامي ربيعه النهارده شارك في المران وبكلمك حاليا وهو متواجد في التقسيمه شارك في المران الجماعي رامي ربيعه بطمن جماهير النادي الاهلي ان شاء الله يكون السوبر وجاهز لمباراه السوبر متواجد وحاليا في شارك في بدايه المران الجماعي وحاليا بيشارك في التقسيمه كويس جيرالدو ايضا متواجد في التقسيمه ومن بدايه المران بيأدي المران فاروق الصوت بيقطع فاروق تعالى يمين شويه او شمال شويه امير ايوه فاروق سامع سامعك اتفضل بتابع معاك الاخبار خليني اجي لك التفاصيل اللي هي الاخبار قبل كواليس المران وليد ازارو طبعا هيبقى فيه من الصعوبه ان هو يلحق بمباراه القمه بيأدي لسه جلسات العلاج الطبيعي لكن لم يحسم بصفه نهائيه ان وليد ازارو هيكون متواجد في مباراه القمه مباراه السوبر بصفه نهائيه حتى الان لم يحسم ولكن هيبقى فيه صعوبه جدا يا امير ان هو يكون متواجد في مباراه القمه باذن الله. بالنسبه لايمن اشرف الاصابه بتاعته هو طبعا ايمن مش هيلعب مباراه كده كده عشان موقوف لكن احنا بنتكلم عشان بعد مباراه السوبر يعني. ايمن متواجد في المران بيد المران لكن هو متواجد و طيب وليد ازارو نقدر نقول صفوف النادي الاهلي مكتمله مجموعه حراس المرمى ادوا اللقاء ادوا مران يعني اكثر من جيد مع مثلا ميتشيل يانكون مدرب حراس المرمى ديفيد سيزا المساعد والجزء الفني مع مستر ريني فايلر خاص ب استغلال الكرات العرضيه والعمل على تعدد المحاور للنادي الاهلي النهارده شيء يطبقها مستر ريني فايلر والمدرب العام ديفيد سيزا مع لعيبه النادي الاهلي ان الاهلي يعني في بعض النقاط الفنيه برضه مش عايز استفيد فيها انت عارف اهميه الاهلي بيحاول ان يبقى في تعدد عندي في المحاور الهجوميه سواء عن طريق الاطراف سواء عن طريق العمق ونعمل لمسه واحده وامور استغل الطرفين واعمل تنويع خلق المساحه طيب انا بشكرك يا فاروق شكرا جزيلا الصوت مش واضح قوي في الحقيقه لكن فعلا فاروق قال لنا اخبار كتيره جدا متعلقه بالفريق واهم هذه الاخبار بخلاف طبعا مران اليوم كان عباره عن ايه والتدريبات كانت عباره عن ايه لكن الاهم بالنسبه لنا ان رامي ربيعه جاهز طبقا لفاروق قاله رامي ربيعه شارك في المران الجماعي اليوم جيرالدو جاهز ايضا للمباراه ازارو هو اللي غير جاهز ولسه ما تحددش مده غيابه هتكون قد ايه وايمن اشرف كده كده جاهز بس مش هينفع يكون متواجد في هذه المباراه طبقا يعني للاخبار طبعا المعروفه. طيب نروح لخبر اخر نعلق عليه من صدى البلد برنامج خاص لمحمد محمود نجم الاهلي. محمد محمود طبعا خلاص على وشك المشاركه في التدريبات الجماعيه وزي ما احنا متابعين حالته كل يوم كده خلاص ايام قليله ويشارك في التدريبات الجماعيه والنهارده كان ليه برنامج خاص بدني بالتحديد وبعد هذا البرنامج ان شاء الله يكون مع المجموعه في التدريبات كلها باذن الله. نروح لسوبر كوره واللي بتقول ان ياسر ابراهيم يقود دفاع الاهلي امام الزمالك في السوبر بسبب ايقاف ايمن اشرف فبالتالي طبعا هو اكيد اللي هيكون متواجد ياسر ابراهيم بجوار محمود متولي ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في اول مباراه قمه ليهم مع النادي الاهلي. طيب نروح لفين تاني؟ فيتو ده خبر مهم.
الاهلي يدرس الاستمرار في برج العرب بعد لقاء السوبر، ده فعلا الاقرب للحدوث لان انت هتلعب مباراه السوبر مع الزمالك يوم الجمعه هناك في برج العرب، وبعد كده يوم الاثنين على طول مباراه سموحه في الدوري، وبعد مباراه سموحه كمان عندك ايه؟ مباراه الاياب امام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه. لكن الاقرب حتى الان ان انت هتخلص مباراه الزمالك تكمل لحد مباراه سموحه، بعد مباراه سموحه بقى لسه ما تحددش هل هترجع القاهره لحد مباراه كانو سبورت ولا هتكمل ايضا في برج العرب لحد مباراه كانو سبورت، ده اللي هيتم الاستقرار عليه خلال الفتره اللي جايه بعد مباراه الزمالك باذن الله. طيب دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، نروح نشوف في الاخبار العالميه والمحليه. يلا سوبر كوره، حسام حسن يوافق على تدريب المنتخب بدون شروط وفرصه اخيره لجلال. بوابه الوفد، اتحاد الكره يعلن اسم مدرب منتخب مصر الجديد خلال ساعات. في الوطن سبورت اليوم، غلق باب القيد للاعبين الموسم الجديد 2019-2020. بوابة الأهرام، لجنة المسابقات إقامة مباريات دور 32 بكأس مصر أول نوفمبر. اليوم السابع، جمال الغندور حكم أوروبي سوبر لمباراة الأهلي والزمالك والعربي مطروح. بوابة فيتو، اتحاد الكرة يصرف 3 ملايين جنيه للحكام. الوطن سبورت، اتحاد الكرة يرسل القائمة الدولية للحكام لفيفا أكتوبر المقبل. سوبر كورة، اتحاد الكرة ينسق بين تذكرتي والأندية لتنظيم حضور الجمهور لمباريات الدوري. الشروق، اختبارات صعبة للكبار مع ضربة البداية في دوري أبطال أوروبا، ليفربول في ضيافة نابولي وبرشلونة في مهمة صعبة أمام دورتموند. صدى البلد، ليفربول يحذر جماهيره قبل موقعة نابولي في دوري أبطال أوروبا. يلا كورة، رسميا تقليص عقوبة إيقاف نيمار أوروبيا إلى مباراتين. في الجول، كلوب نثق في عودة تشامبرلين لمستوى قريبا. الشروق، غياب راموس وعودة هازارد لقائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان. سوبر كورة، دوري أبطال أوروبا، برشلونة يخشى تألق مهاجمه السابق الكاسير. فيتو، صفقة جريزمان تهدد برشلونة بالحرمان من جماهيره. طيب في اخبار كتيره طبعا محليه وعالميه، هاخد خبرين محليين وخبرين عالميين نتكلم فيهم قبل ما نستضيف ضيفنا العزيز الاستاذ محسن نملوم النهارده. نبتدي بسوبر كوره واللي بتتكلم على حسام حسن وانه بيوافق على تدريب المنتخب بدون شروط وفرصه اخيره لجلال. الفرصه لايهاب جلال بتتمثل في ان هو يوافق على تعيين بعض الاسماء في جهازه المعاون، بالتحديد التخلي عن مصطفى كمال والموافقه على عصام الحضري. دي المفاوضات ماشيه كده زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، عموما هنشوف القصه هتستقر على مين في النهايه، المهم ان هي تستقر بصراحه لان طولت قوي. بوابه الوفد، بنتكلم برضه عن المدير الفني لمنتخب مصر. اتحاد الكره يعلن اسم مدرب منتخب مصر الجديد خلال ساعات، الساعات دي ما بتخلصش في الحقيقه. بقى لنا فتره كبيره قوي بنقول خلال ساعات. لكن اقترب يعني الاعلان. طيب عايز اعلق على خبر مهم كمان من الاخبار المحليه، اليوم السابع جمال الغندور بيقول ايه اللي هو رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد المصري لكره القدم، بيقول حكم اوروبي سوبر لمباراه الاهلي والزمالك والعربي مطروح. كلامه بالظبط كان عباره عن ايه؟ قال ان هو بيحاول يجيب حكم يكون قوي جدا ويكون مصنف رقم من المصنفين الاوائل يعني في الكره الاوروبيه عشان يدير مباراه الاهلي والزمالك، وبيقول ان الموضوع صعب شويه لكن هما بيحاولوا، لو المحاولات فشلت هيتم اللجوء للحكم العربي ايا كان منين، لو محاولات مع الحكم العربي فشلت هيبقى في ايه؟ حكم مصري. ده الكلام المكتوب في متن الخبر. هل التوقيت هيكون مناسب على حسب كل الظروف اللي حصلت يعني ان يبقى في حكم مصري لهذه المباراه؟ ما اعتقدش. نتمنى
نتمنى ان هو يجيب حكم اجنبي باي طريقه من الطرق، ويا سلام لو يبقى حكم كواليتي ايه يعني في اوروبا. فهنشوف الامور هتستقر على ايه في النهايه، بس اكيد هي الاقرب طبعا لحكم اجنبي ان شاء الله يعني. طيب عايز اروح لخبرين من الاخبار العالميه. صدر البلد ليفربول يحذر جماهيره قبل موقعة نابولي في دوري ابطال اوروبا. الموضوع ايه؟ ان طبعا بيبقى في مناوشات كبيره جدا ما بين الجماهير الانجليزيه والجماهير الايطاليه بشكل عام، التعصب بيبقى واضح. جمهور ليفربول دايما بيبقى ورا فريقه، فهيسافروا لايطاليا في نابولي بالتحديد عشان يحضروا المباراه. فتحذير مسؤولي ليفربول للجماهير كان ايه؟ ان انتوا التزموا باماكنكم في الفنادق، ما تمشوش باعداد كبيره في الشارع في ايطاليا، ما تمشوش حتى بشكل فردي، يعني حاولوا بقدر المستطاع ان انتوا تفضلوا موجودين في الفندق عشان تجنبا لاي اعمال شغب او عنف ممكن تحصل قبل هذه المباراه. عايز اتكلم كمان من موقع في الجول على تصريح لكلوب المدير الفني المميز جدا طبعا ليفربول، واللي قال نثق في عوده تشامبرلين لمستواه قريبا. تشامبرلين بيلعب الفتره اللي فاتت بشكل مستمر، بيشارك لدقائق كمان كتيره شويه، لكن المستوى بتاعه لسه ما جاش. مباراه نيوكاسل الاخيره اللي خلصت بفوز ليفربول 3-1، كلوب كان سعيد بمستوى تشامبرلين لكن الجمهور ما كانش سعيد قوي. فبالتالي تصريحه كان ايه؟ من الجانب النفسي مهم، ان انا واثق ان تشامبرلين هيرجع لمستواه. تشامبرلين في الحقيقه قبل اصابه الرباط الصليبي اصابه صعبه، ومش اي حد يرجع لمستواه بعد هذه الاصابه، لازم يكون لعيب عنده عزيمه قويه جدا. قبل الاصابه دي على طول كان من افضل اللاعبين في ليفربول يعني، وبيتالق وبيحرز اهداف عديده. الاصابه للاسف جت في ماتش مانشستر سيتي انا ما اتذكر يعني في تشامبيونز ليج السنه اللي قبل اللي فاتت، فغاب بعدها لسنه كامله يعتبر يعني. فنتمنى طبعا ايضا تشامبيونز ليج العوده، لانه هيؤثر بالايجاب طبعا في تشكيله ليفربول. هروح لفاصل، بعد الفاصل هنواصل حلقتنا النهارده من خلال فقره حواريه هامه جدا مع ضيفنا العزيز الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي بالاهرام، وهنستفيد في الحديث عن كل الملفات على الساحه الرياضيه المصريه والعالميه واخبار النادي الاهلي بعد الفاصل. استنونا. استاذ محسن لملوم الناقد الرياضي الكبير بالاهرام، منورنا ومشرفنا النهارده يا استاذ محسن، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. انا كابتن امير، منورنا دايما، بنورك دايما، ربنا يخليك. نبتدي باتحاد الكوره، نبتدي بملف الشائك ملف مدير فني منتخب مصر وحديث الساعه بجانب طبعا مباراه الاهلي والزمالك في السوبر، لكن خلينا نبتدي بملف المدير الفني المنتخب. الجديد ايه عندك؟ والله هو ملف المنتخب بصراحه خد شكل مش ظريف يعني. اللجنه الخماسيه الاعضاء طبعا لهم كل تقدير واحترام، بس هم طولوا قوي في الموضوع يعني، طولوه بشكل كبير جدا، وده عمل احباط عند الناس لان هم اول ما مسكوا مهمتهم الناس تفائلت خير بسبب الحاجات اللي قالوها، ان احنا هنعمل مواعيد منتظمه، جداول من الاول للاخر، جداول الدوري من الاول للاخر بدون تاجيل يعني، مش هيبقى في تاجيلات ان شاء الله. والمواعيد هتبقى المباريات هتنزل بالمواعيد بالملاعب بالمش عارف ايه، كل حاجه هتبقى تمام. وهيعملوها كمان قالوا انه هيبقى في ثلاث ايام زي اوروبا كده، مثلا الدوري الانجليزي يبقى مثلا سبت واحد، جمعه وسبت واحد، وهكذا يعني. الحاجات دي كلها مع الوقت بدات تتاثر، بدات تبقى ايه يعني، هم ادانا حلم اوروبي للكره المصريه، وبعدين يعني. بالظبط، بدأ ادانا حلم اوروبي، ومع الوقت بدأ الحلم يبقى مصري يعني، خلاص تحول ما بقاش اوروبي، بقى مصري التنظيم زي ما او اللي احنا متعودين عليه في الكره المصريه اقصد يعني. اتبانت طبعا لما عملوا القرعه يوم الخميس، اي نعم كانت مش موجهه، بس ده احب اقول ان ما كانش قرار منهم، ده كان قرار من اللواء سارة سليم اللي هو المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكره اللي هو كان قائم بالاعمال في فتره الفراغ. هو ده كان قراره انه هيبقى مش موجهه. طبعا دي مش موجهه، ده حاجه كويسه جدا بصراحه. انا أكيد. اصلا ضد انها تبقى موجهه، حتى ان كان فيها مشكلات ما بين الاهلي والمصري مثلا، او مثلا بيحاولوا يتجنبوا الاهلي والزمالك، لان ده عمل اثر فنيا على الكوره يعني. طبعا. خلى طبعا. اهم مباراه في الكوره المصريه ما بقاش لها اي طعم، خلاها مجرد تحصيل حاصل. بقت المباراه الاهلي والزمالك بتيجي في نهايه الدور الاول، وتعم بتتاجل تتلعب في نص الدور الثاني، والثانيه بتتلعب في اخر ماتش يكون الفريق فيهم حسم، ما لهاش اي معنى خالص. دي حاجه. لكن هم لما عملوا لما نزلوا القرعه عملوا الجدول بدون ملاعب وبدون مواعيد، دي برضو قال لك بعد 48 ساعه. طب ليه يا جماعه ما كنتوا صبروا 48 ساعه وعملوا كل حاجه بالمره؟ دي حاجه ما كانتش كويسه يعني. بس المجمل
موضوع الجدول مش وحش. لا كويس كويس مفيش مشاكل. هم بقى الـ يعني اللي جاب لنا احباط اكتر موضوع المدرب المنتخب، خد وقت كبير جدا. وانت اولا هم بصراحه يعني كنت اتمنى حد من الخمسه يطلع يوضح، يقول في بيان رسمي، يطلع حتى في مداخله، يكتب حتى على صفحته اي حاجه، ان يحط يقول يوضح الغلط الكتير اللي موجود. يعني هم مش بيعملوا مداخلات، مش بيردوا. طب ايه المعايير اصلا؟ يعني المعايير كانت في الاول كان يقول لك ايه صاحب تاريخ وانجازات وبطولات. طب المعلومات الشروط دي ما بتنطبقش على الكابتن حسن شحاته وكابتن حسام بدري، الباقي كابتن حسام حسن، الكابتن ايهاب جلال والاخ ما حققوش بطولات. طبعا مدربين وعادين وكل حاجه بس ما حققوش بطولات، فكده انت بتلغيهم. بعدين رجعوا في كلامهم تاني، او يعني كابتن محمد فضل كان ليه تحديدا في القصه دي، قال لك لازم يبقى مدرب طموح وخطط اللعب واساليب مش عارف، فدخل الاثنين التانيين. وبعدين لحد النهارده ما فيش حاجه. طبعا المعلومات يعني الناس تقريبا كلها تعرفها، انه في ما فيش لقاءات، في حوارات تليفونيه مع كابتن ايهاب جلال والكابتن حسام حسن، تواصل يعني. تواصل، يمكن دول كانوا الاقرب شويه. يمكن الكابتن حسام، الكابتن ايهاب جلال كان يعني كانت مشكله بالنسبه له ان هم حسب معلومات ان هو اشترط ان يبقى معاه جهاز فني معين، جهاز معاون طبعا. هم اعترضوا على الكابتن تحديدا حمد، كابتن محمد ابراهيم كمدرب عام، وكابتن مصطفى كمال بالظبط كحراس مرمى. يمكن ده اللي فيها شويه جدال. كابتن على الجانب الاخر كابتن حسام حسن ابدا تعاون تام، ما فيش اي مشاكل. السنة الوحيد اللي هو اتمسك فيه اللي هو طبعا توامه طبعا ابراهيم حسن. طب يا جماعه هتطلعوا امتى؟ خلال ساعات. نتمنى بقى يعني هم وصلنا لمرحله يا عم قول اي اسم وريحونا، لان احنا خلاص احنا الدنيا كلها بعد كاس الامم. شفنا المغرب خرجت من نفس الدور معانا. المغرب بقى لها يجي اسبوعين ثلاثه معاهم مدرب كبير اكتر، داخله في شهر دلوقتي خلوزيتش، والدنيا بدات ومعسكرات ولعب ماتشات. احنا ما فيش الكلام ده بالزبط. واحنا كمان عندنا تصفيات هتبدا 8/11 تقريبا. يعني بعد شهر ونص تقريبا من دلوقتي، اللي هو تصفيات كاس الامم الافريقيه 2021. اي نعم معانا مجموعه طبعا ضعيفه، اذا كان كينيا ولا معرفش النيجر، الاسماء اقل طبعا. لكن انت فين 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 خطط المنتخب في الفتره الجايه؟ الاسماء الضعيفه دي خرجتنا قبل كده. ما فيش انا معاك، احنا خرجنا من النيجر وخرجنا بالزبط. من افريقيا الوسطى في القاهره كمان، يعني ما فيش بعد كده. لو ما جهزتش انت بالشكل المناسب وارد انك تخرج. صحيح بالزبط. انت في الاول وفي الاخر اعمل اللي عليك. يعني هو المفروض يبقى النهارده يبقى فيه على راس العرض الفنيه للمنتخب مصر يبقى فيه جهاز فني معروف، وايا كان بقى هنسنده. يعني اختاروا الكابتن حسام حسن، الكابتن حسام البدري، الكابتن حسن شحاته، الكابتن ايهاب جلال، ايا كان الاسم اكيد احنا كلنا وراه. وخلاص بقى كل واحد هيمشي بفكره وخطته وياخد طريقه. ده اللي موجود لحد النهارده. الموضوع بصراحه بقى ماسخ شويه في الفتره اللي طالت دي. نتمنى هم يعني ما بيقولوا ساعات، يا رب يعني يا ريت احنا على هوا يعلنوا، يعني خلينا ننجز القصه دي عشان مصلحه منتخب مصر. وبعدين هو بدون داعي اذا كان هي الموضوع اتحدد في مدرب مصري خلاص الموضوع. وبعدين الاسماء كلها محصوره في اربعه، مش عايز اقول خمسه يعني، يمكن اربعه اللي قلناهم خلاص. وانت بدات تقول الناس لا، يعني خلاص بقى الاسماء انحصرت في النهايه في كابتن حسام حسن وكابتن ايهاب جلال. طب خلاص اعلن بقى اللي انتوا اخترتوه، وقولوا للناس اختياراتكم على اي اساس وخلاص على كده. ايا كان اختياراتكم هيبقى في انتقادات وهيبقى في مدح، فمش هتفرق. ده طبيعي. فانت خلاص اعلن وانجز عشان المنتخب يبتدي ياخد مرحلته بقى ومجراته. كابتن طبيعي. حسن شحاته رجع في الصوره تانية زي ما احمد عبد الباسط في الدخله قال لنا. موجود طبعا الكابتن حسن شحاته، والاربعه موجودين بنفس الحظوظ. ما تقدرش السبعه الاربعه بنفس الحظوظ. يعني الكابتن حسام البدري كمان لسه في الصوره، برضه في الصوره. كابتن حسام يعني الموضوع مش مقتصر على ايهاب جلال وحسام حسن دلوقتي. شوف طالما هي عامله زي القايمه الكبيره زي ما يجي اي مدرب تيجي تساله على، يقول له مثلا ما خدتش فلان ليه من وادي دجله او مش عارف الترسانه، يقول لك كل لعيبه مصر في القائمه الكبرى لمنتخب مصر. على سنه بياخد منهم. هو نفس القصه، هي نفس هو الكلام طبعا، بيتلاعبوا بالكلام. بس هو موجود يعني. طالما لم يحسم، هل تقدر تجزم ان الكابتن حسام بدري مش في الصوره؟ اكيد لا طبعا. ولا كابتن حسام حسن، ولا كابتن حسن شحاته، ولا كابتن ايهاب جلال. الكل موجود في الصوره، بس انا بتكلم من دول اللي هم الاقرب يعني، واحد من دول. مفيش اسماء تانية بقى طبعا. لما العمليه طالت اللغط كتر شويه وبدات الناس يعني هم اللي سمحوا بكده. يعني هم اللي رفعوا سقف طموحات الناس في حاجات كتيره. اي نعم، هي هو الاختيار صعب للدرجه دي؟ ما اعرفش. هي ولا هو الموضوع ان كل واحد متمسك برايه؟ هي مصر يعني، عشان هي حاجه اشبه بالحكام. انت لما بتجيب حكم اجنبي بتريح دماغك. هتحكم من كرواتيا، هتحكم من النمسا، وريح دماغك بقى. جام الاهلي، جام الزمالك، ماليش دعوه. انا ماليش دعوه، ظلم الاهلي ماليش دعوه، ظلم الزمالك ده اجنبي. لكن تجيب مصري، اصل ده كان حسبش ضرب الجزاء للاهلي من 3 سنين، اصل ده كان جاي على الزمالك السنه اللي فاتت في ماتش مش عارف مين. فبيهربوا من الحته دي. كذلك الحكم المصري زي المدرب المصري، او المدرب المصري زي الحكم المصري برضو. اصل ده جاي ليه؟ اصل ده صاحب فضل، اصل ده صاحب كابتن جلال، يعني مع احترامي طبعا ليهم جميعا، ده صاحب الكابتن عمرو، ده اصل ده ميال لفلان، اصل ده صاحب فلان، اصل ده ما بيحبش فلان. من هنا جايه المشاكل. عايزين يطلعوا. هيفضل الاختيار بالاسلوب ده بعمرنا احنا؟ ما هو عشان كده اتاخروا. الاختيار ده كان مفترض
من اول ما جم. يعني احنا دخلنا في شهر دلوقتي، يعني ما فيش مقومات معينه بيتم تحديدها للاختيار، ما حدش طلع لنا حاجه عشان لو حط معايير لينا، لو اعلنوا الناس معايير كنا قدرنا نحكم النهارده نقول فلان. لكن لما حطوا بدا يقولوا معايير اللي هي الانجازات والبطولات، طب ما الكلام ده هينحصر في الكابتن حسن شحاته والكابتن حسام البدري، هم اللي حققوا. يبقى انت كده بتلغي بقيه الناس. فراحوا مدخلين معاها اللي هو وخطط الحديثه برضه كلام ما تفهمش، برضه ما تفهمش ليه ده كله، اطلع قول فلان وخلاص، وكل مصر وراه. تكره ولا تحب، في الاول وفي الاخر ده مصلحه المنتخب، وخلي العجله تدور وخلي كل واحد ياخد فرصته. محمد فضل هدد فعلا باستقالته امبارح؟ دي مش متاكد منها. يقال انه هدد باستقالته بعد ما حسام حسن دخل في الصوره تاني، وان ايهاب جلال ممكن هو متمسك جدا بايهاب جلال. طول ما حدش بيطلع فيهم يوضح ولا بيتكلم ولا بيرد، اي مساحه جدل موجوده خلاص. ده يطلع يقول للكابتن فضل يهدد، وده يطلع يقول للكابتن مش عارف مين شتم فلان، براحتك. انت كده فتحت باب الاجتهاد براحتك، طالما انت ما وضحتش ولا طلعت بيان رسمي. الناس بتعيش في الكلام ده، الله اعلم صح ولا غلط، انا بصراحه ما عنديش معلومه في القصه دي، لكن انت اطلع ووضح وقول للناس الحقيقه فين، عشان انت يعني تقطع الشك باليقين. الانسب مين؟ الانسب مين؟ انا وجهه نظر، انا طبعا بسالك على وجهه نظرك انت. وجهه نظري وجه جديد يعني. يعني كابتن حسن شحاته خد فرصته طبعا ونجح فيها طبعا مش عايز كلام طبعًا. يعني انا حتى اتمنى له ما يرجعش تاني، عشان ما يلوش لو حصل اخفاق لا قدر الله، ما يلوش التاريخ العظيم الكبير اللي عمله في 2006 2008 2010. يعني ده تاريخ لا يلوش، واتكتب في افريقيا كلها. اتمنى يفضل على ده امنيتي الشخصيه. بصراحه الثلاثه عندهم اتمنى واحد من الثلاثه بصراحه، كابتن حسام البدري، كابتن حسام حسن، الكابتن ايهاب جلال، لان دي فرصه جديده، يعني دم جديد اكتر. الكابتن حسام حسن معروف طبعا بانتمائه وحماسه، وهو يعني عايز دي طبعا اكيد. الثلاثه عايزين. كابتن ايهاب جلال راجل عنده فكر من ايام المقصه، كان يحب يدرس ويطلع بره في دورات في امريكا وفي دول اوروبا طبعا. ده شيء كويس. كابتن حسام بدري ليه تجارب ناجحه سواء مع النادي الاهلي. انت كده بتقولهم بالترتيب على حسب رغبتك؟ لا مش بالترتيب. طب الترتيب ايه؟ تشوف مين افضل؟ أنا بحب أعمل موضوع المناقشة دي والناس هي تتكلم. يعني بعيد عن كان في خلافات ولا في مشاكل مع الجمهور، لكن بصراحة هو الناس بتقول لك مثلا هو مصلحة المنتخب فوق كل شيء. بالظبط، الناس بتقول إن هو فشل مع المنتخب الأولمبي، ما فيش مشاكل عادي، دي كانت تجربة. لكن هو نجح نجح مع النادي الأهلي في بطولات أفريقيا، وفي الدوري المحلي. كل النادي الأهلي اسم كبير يقدر يكسب طبعًا. مش محتاج مدرب طبعًا. لكن نجح برضه مع المريخ السوداني، نجح في ليبيا. يعني ليه بصمات؟ يعني طالما نجح في كام حتة ممكن نديله فرصه. طبعا هو كابتن حسام بدري بكل امانه، رغم ان انا اتمنى ان هو يجي بصراحه، خلص على نفسه بالقصه ان هو بقى طلع من الكادر الفني للكادر الاداري. عطله شويه، دي عطلته كتير، ودي بقت شاء او ابى دي نقطه غير جيده، مش عايز اقول سوداء. خطوه كانت سلبيه بالنسبه سلبيه جدا، لان انت انا اعرف الكابتن حسام بدري راجل فني، راجل بيفهم كوره. يعني ليه عباره، انا يمكن حتى في الاستوديوهات التونسيه كان علقوا عليها، لما الاهلي كسب الترجي في تونس 2-1، وهو لما عمل كده كوره حتى الناس جابوا له قالوا كوره، قال الراجل قالوا المدرب عنده حق لما قال لنا كوره مش اداره دي لها ناسها، مش بتاعتك انت. انت رئيس نادي، يعني اكيد انا اتمنى اكون رئيس نادي، لكن في الاول والاخر مش بتاعتك. يعني انت اختيار منك كان خاطئ، وانت رحت متنازل عنه بعدين وقلت رجعت تاني للتدريب. طبعا قبل في منتخب مصر طبعا حاجه كبيره. دي النقطه السوداء اللي عطلت كابتن حسام. طبعا عطلته، هو اللي عطل نفسه بنفسه، مش حد تاني. خلتنا قاعدين نتكلم على نقطه زي دلوقتي انا وحضرتك واي حد بيتكلم فيها. فدي النقطه اللي مش السلبيه في مشواره. لكن غير كده هو طبعا مدرب بصراحه كفء يعني. طيب عايزين نروح بقى لمباراه الاهلي والزمالك، ماتش السوبر. ماتش ناري طبعا من الجانب الفني، في ظل حضور جماهير طبعا، ده شيء برضو مميز حتى لو العدد قليل. بتشوف المباراه دي ازاي، وفرص النادي الاهلي بالتحديد بتشوفها ازاي؟ والله شوف، هي كويس جدا ان الموسم بدا قوي. مش مقصودش مباراه السوبر بس، كمان ان بعد شهر بالظبط هيلعبوا تاني. فبدا ده كويس. اتمنى يكون في جمهور في كل المباريات، لان ده بيقلل من قيمه غيابهم، بيقلل من قيمه وجوده الدوري المصري. بدايه الموسم بمباراه الاهلي والزمالك يمكن من سنين طويله ما بقتش، كانت المباراه دايما تلاقيها ايه، مثلا الاهلي افضل بكتير من الزمالك، او الزمالك افضل بكتير زي ما حصل مثلا في 2015 من الاهلي، كان افضل شويه اعترافها. طبعا جميل جدا المباراه، النقطه الاهم في الموضوع ان يبقى فيها جمهور، حتى طبعًا. لو كان 10,000 او هم ده كانوا 500 بيصحصحوا الدنيا شويه، ف 5,000 كويس، ويا رب المباراه تطلع على خير جماهيريا ايا كان الفائز طبعا، لان في النهايه فريق هيفوز. يا رب تطلع على خير، عشان دي تبقى بدايه ان الموسم يكمل بالجماهير. اعتقد لو كانت المباراه دي ما بين زمالك وفريق تاني او
اهلي وفريق تاني كان يبقى فيه جمهور اكتر من كده، اكتر طبعا، لان طبعا العمليه بتسمح شويه خلاص. اهلي واي فريق تاني زي الزمالك في نهائي الكاس ضد بيراميدز مالوش جمهور، الزمالك هو اللي جمهور، خلاص افتح هات 40 هات بتاع مفيش مشاكل. اوكي ده لان الدنيا من طرف واحد. حتى لما يكون فريق جماهيري سواء الاتحاد الاسماعيلي المصري، كلنا شفنا في السوبر المصري اللي كان في الامارات ما بين الاهلي والمصري البورسعيدي كان الجمهور طبعا كان اكتر نادي الاهلي، بس كانت الدنيا موجوده. ما فيش اصعب ان انت النهارده تلعب مباراه بجمهورين اهلي ومصري. فانت لعبتها اي نعم بره مصر بس عدت على خير وما فيش اي مشاكل. فاتمنى ان شاء الله يبقى الموضوع كله عند الجمهور في المباراه دي ايا كان. دي مباراه اي نعم هي بطوله بس ايا كانت دي مباراه والدور هيبدا وعندك افريقيا بعدها باسبوع، يعني الدنيا هتشتغل تاني. فان شاء الله يبقى تعدى على خير عشان ده ياثر بشكل ايجابي في الدوري ان شاء الله في المباراه اللي هنكمل كلام على ماتش الاهلي والزمالك. بس خلينا نقول خبر سريع. الكابتن احمد ناجي طبعا مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق ومدرب حراس مرمى النادي الاهلي الاسبق تعرض لوعكه صحيه وهو دلوقتي في مستشفى الجلاء الدولي. حالته مستقرة الحمد لله نسبيا، لكن هنحاول نطمن عليه أكتر من خلال التواصل مع أحد أفراد العائلة عشان يطمننا بشكل كبير على كابتن كبير جدا في حراسة المرمى كابتن أحمد ناجي، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله للشفاء العاجل بإذن الله. لا ألف سلام عليك. النجم كبير طبعا كابتن أحمد ناجي وفي مركزه نجح بشكل كبير سواء مع الأهلي أو مع منتخب مصر يعني. صحيح. فإن شاء الله نتمنى له كل الشفاء. عايز أرجع لمباراة الأهلي والزمالك. الغيابات ممكن تأثر، يعني النادي الأهلي مثلا عنده أيمن أشرف من بره، عنده أزارو بنسبه كبيره بره، رامي ربيعه وارد انه يشارك النهارده، شارك في التدريبات الجماعيه. هل الغيابات دي ممكن تكون مؤثره؟ شايف ان كان ممكن شويه. رامي ربيعه مش هقدر اقول مش مؤثر كتير لانه مش موجود كتير، لكن هو طبعا هو لاعب مؤثر، لكن هو غيابه يعني ما كانش اساسي في الفتره الاخيره. كان بيغيب برضه وعنده سوء حظ غريب في موضوع الاصابات، فما اعتقدش انه يكون مؤثر قوي. ايمن اشرف يعني الى حد ما مش بقدرش اقول برضه، لكن وليد ازارو والله غيابه سلاح ذو حدين يعني. هو لما بيغيب هو بصراحه خلي بالك هو في الماتشات الكبيره بيبقى جامد قوي يعني. وليد ازارو كل الماتشات جامد، هي عنده المشكله ما بيسجلش بس هو يعني وليد ازارو من المهاجمين اللي مهما كان الجمهور ما بيحبوش او بلاش ما بيحبوش بيعلن سخطه عليه، بس هو بيحب لانه بيرهق الدفاع يعني. فعلا بالظبط ده جانب مهم قوي، بس هو بيرهق الدفاع يعني. كان غيابه مؤثر جدا في مباراه الترجي اللي هو النهائي الفرادس. ليه؟ لانه حتى لو ما سجلش هو ما بيسجلش الراجل خلاص بيجيب من الاخر، بس هو بياخد معاه اثنين وبيهدهم هو بدنية. ما كانش بيسجل الفتره اللي فاتت، بس الفتره قبلها كان بيسجل، الفتره الجايه يعني ان شاء الله يسجل باذن الله. هو شخص غريب، هو في التسجيل شخص غريب يعني. ده نموذج على مدار كره القدم اللي احنا شفناها ما شفتش النموذج بتاعه شبه فلافيو شويه. لا خلاص فلافيو اول موسم كان وبعد كده كمل بقى، لكن هو اول موسم ما كانش قد كده اول ما جه، وبعدين فتح في ماتش النجم وبعدين رجع تاني وبعدين رجع تاني. لا هو بحالات في كره القدم يعني، اظهره في الملعب بحالات. ان شاء الله اتمنى له يبقى افضل ان شاء الله. لكن هو غيابه مؤثر تهديفيا؟ لا. لكن غياب مؤثر انه بيرهق الدفاع، لان هو وجود وليد ازارو بسم الله ما شاء الله شاب طبعا بيقدر يجري بيعمل بدنيا قوي وسريع قوي جدا. فده بيدي فرصه للاخرين ان هم يسجلوا. دي ميزه وليد ازارو، مش ان هو بس طبعا الاهلي جابه عشان يسجل وهو ما بيسجلش، فهو بيعمل حاجات ثانيه. برضه هو سجل لفترات يعني، عشان الناس ما تفتكرش ان احنا بنهاجم ازارو، بالعكس ازارو لعيب مهم. ده رايي انا. ماشي رايك. قناه الاهلي براحتك. انا بقول لك انا هو لكن لا بس انا بتكلم في واقع والله بجد يعني. هو فتره من الفترات سجل عدد كان هداف الدوري والحاجات اللي لا بس كان هداف الدوري مع كابتن حسام بدري. حلو. كان المفروض يستمر بقى، كان المفروض طبعا يستمر اكيد، لكن هو عقله تشتت في العروض اللي جت من بره وال8 مليون دولار ومش عارف. لا اثرت معاه شويه طبعا. هو كده خسر، لا هو اللي راح ابو 8 مليون ده، ولا هو اللي ابدع مع النادي الاهلي اكبر انديه افريقيا. لا عمل ده ولا عمل ده يعني. حتى لما حصل مثلا النموذج الاقرب ليه هو ايفونا اللي جه برده من الدوري المغربي، تالق وقوي ومهاجم فذ بصراحه يعني، جامد جدا. جاله العرض خلاص راحوا. ما هو يا ده يا ده، يا تروح العرض وتقفل على الاهلي، يا تقعد في الاهلي وتقفل على العرض. لكن هو قاعد في الاهلي ودماغه في العرض او العروض يعني اللي كانت بتجيله. طبعا طبيعي انت النادي الاهلي ومهاجم شاب وبيجي لك عروض، ما طبيعي تجي لك عروض ليه تقعد تفكر فيها؟ فشتت تركيزك. ده اللي خلاه بيلعب وهو مش مبسوط، وعشان هو صغير في السن يعني. هو مش فكره مش مبسوط، هو بس عشان صغير في السن فبتجيله ارقام يعني. اتذكر وليد ازارو قبل ما يجي الاهلي كان جاله عرض ما اعرفش من الدوري الفرنسي ب 300,000 يورو لكن الاهلي خده ب 2 مليون واكتر. فطبعا ده ما فيش تفكير، فهو لسه صغير في السن، فدي المفروض هو كان مع الوقت
يستقر ان هو انا عندي هدف لازم اخد بطولات مع النادي الاهلي، النادي الاهلي ده نادي كبير هو اللي سواني اوروبيا. اقدر عندي طموحات، لكن هو ماشي في طموحاته اللي بيحقق مع النادي الاهلي يجي له عرض من الصين فيجي محول اتجاهاته ويحول احلامه. طب اروح الصين بس 8 مليون دولار ده هناك مش عارف راح مش عارف صفان شعراوي بيلعب في الصين معرفش مين راح في الصين، يعني يقعد يفكر في حاجات زي كده او حد بيلعب له في دماغه فشتت يعني. دماغه بالظبط. بالمناسبه هو الاهلي كان جابه على ما اتذكر يعني 1,400,000 دولار يعني ايا كان يعني حاجه كده يعني. بس فانا قصدي كان الفرق برضه فرق كبير طبعا. فهو هو ما ركزش هو ده، لكن هو طبعا اكيد في النهايه خلينا نقول ان هو غيابه طبعا مؤثر ان هو بيبقى وجوده حتى بيشغل الدفاع حتى خوف ان هو يسجل بيخلي برضو المدافعين بيربك المدافعين بصراحه. ابرز جايبات الزمالك مش اعتقد كاملين هم لا مفيش مفيش جايبات في حاجه عن الزمالك ما اعتقدش ان هم الزمالك كمان بيعيش حاله معنويه بصراحه عاليه جدا. عمل نهائي الكاس بصراحه ولا اروع، فريق بيراميدز فريق قوي فريق مش سهل، كل انت تكسبه 3-0 عن جداره واستحقاق ده طبعا وتاخد بطوله. معاك فرقه جديده مغاربه على شيكابالا، لا بصراحه عاملين فرقه كويسه جدا. يمكن العصره اللي هي بطوله قصدي الهزيمه في السنغال ممكن تكون دي دافع، هي سلاح ذو حدين برضو انها ممكن تكون فرصه لعلاج الاخطاء قبل مباراه الاهلي وبالتالي يكون افضل، او بتاثر الهزيمه بتاثر على اللعيبه وما اعتقدش ده يعني اللعيبه برضو دوليه ما اعتقدش هتاثر فيهم القصه دي. عشان كده المباراه صعب جدا تقول مين فيهم يتميل لمين اكتر يعني. البعض بيسال على التذاكر المباراه بنسبه كبيره هتكون يوم الخميس مش النهارده او بكره. طيب خلينا نتكلم على التشكيل شويه المتوقع للنادي الاهلي بالتحديد، والناس بتحب موضوع التشكيل ده مين الاقرب وكده، بتشوف ايه الاقرب او مين اللاعبين الاقرب ان هم يشاركوا في المباراه الزمالك؟ يعني التشكيل المعتاد يعني محمد الشناوي الشناوي عندك علي معلول احمد فتحي لانه في الماتشات بيبقى عنده الماتش الاخير هو شارك اساسي بالظبط. محمد هاني طبعا لعيب جامد طبعا لكن هو الاقرب خبرته اعلى بتبقى بتفيد في الماتشات طبعا محمد هاني مستقبل النادي الاهلي اكيد اكيد، لكن احمد فتحي في الخبرات في الماتشات الكبيره بتبقى محتاجه خبرات بيعرف يتعامل مع لعيبه الزمالك الصغيرين والكبار يعني بيعرف يفيد الاهلي اكتر دي مثل اللاعب الخبره مساكين ياسر ومتولي ما اعتقد مفيش اعتقد هم الا لو كانت المفاجاه ان رامي ربيعه هيشارك بس هيبقى صعب لا صعب جدا مش حتى لو جاهز حتى لو جاهز ما ينفعش يجازف فيه التجانس ما بين اللعيبه والانسجام اهم من اسم اللاعب نفسه طبعا يعني بصراحه اللعيبه دي ماسكه مع بعضيها خلاص يمكن يعني لفترات طويله كان دايما الخط الخلفي في النادي الاهلي كان بيبقى فيه انسجام دايما يعني تبص تلاقي ايه ايام في التسعينات حتى جمال السيد ما اعرفش عمرو الحديدي محمود ابو الدهب كنت وابراهيم حسن كنت تلاقي الرباعي ده قافل على نفسه يعني حتى الرباع ده كان بيبقى حائط صد لحارس المرمى اللي كان وراه كان ساعتها احمد شوبير افتكر في جيل الالفيه الجديده عماد النحاس وعندهم عشان محمد ما فيش تغيير فاكر حتى كان احمد السيد سعد كنت بساله في مره كده على عصام الحضري كان في قمه تألقه فبقول له كابتن عصام شايف تألقه ازاي؟ قال لي احنا بالنسبه دلوقتي مش مشكله عصام مشكله ما بعد امير فبقول له ايه الكلمه الغريبه دي؟ قال لي ان احنا النهارده عصام فهمنا امير لما يجي شويه فهمنا، قال لي المشكله لما يمشي عصام ما كانش لسه بقى هرب قال لي لما يمشي عصام ويجي امير هتبقى مشكلتنا ما بعد امير اللي جاي مش فاهمنا. الجمله دي بتوضح لك اللي انا بقوله دلوقتي ان هم الرباع ده متماسك كده حائط صد فعلا كويس فده مهم في النادي الاهلي اللي هو حتى لو رامي ربيعه جاهز طبعا ده اكيد ده وجهه نظر فنيه اكيد لكن انا بقول لك رايي اكيد لو جاهز لا الرباع ده هو اللي متفاهم متماسك هو اللي بيلعب في الفتره الاخيره كويس. هو ياسر ابراهيم ما بيلعبش الفتره الاخيره كان بيلعب ايمن اشرف ومتولي لعب ماتشين ولا حاجه يعني لكن في كل الاحوال ده مدير فني جديد برضه بالظبط هو لعبه جديده ومدير فني جديد بالظبط. نص الملعب حسام عاشور ما اعرفش ما اظنش هيلعب صعب هو متاح يعني لكن متاح بس هو بقى له طبقا للمباريات ولو لعب هيبقى مفيد بالمناسبه طبعا اكيد بيعرف أكيد. نفس الكلام اللي طلع احمد ماتشات الزمالك بيبقى فيها كويس كمان بيعرف يتعامل مع شيكابالا كويس جدا على فكره هو حتى صديقه الشخصي فبيعرف حتى يتعامل معاه في المباريات يمكن لو تركز هتلاقيه مع الاثنين ظله يعني بيعرف يتعامل مع مهاره شيكابالا ازاي يعني ممكن حمدي فتحي طبعا في الفتره الاخيره برضو اثبت نفسه سولية ولا اليو ديانج لا سولية طبعا سولية اليو ديانج ممكن يبقى بديل ممكن يبقى بديل ما اعرفش طبعا وجهه النظر ايه بس ممكن يبقى بديل قدام حسين شحات ما لعبش الماتش الاخير بيلعب قدام الزمالك هو لاعب مهاري يعني اعتقد يلعب ممكن بقى رمضان ما فيش خلاف عليه رمضان طبعا مش عايز كلام قفشه ولا صلاح جمعه صالح جمعه
صلاح جمعه اللي يبتدي، صلاح جمعه يبتدي وقفشه يبقى، لان ده اللي اقصده بالانسجام يعني سنة. برضو قفشه مهما كان لسه جديد، حتى لو قفشه تالق في المباراه الاخيره الافريقيه، المباراه الاخيره بالمناسبه مش مقياس، مش مقياس خالص، عشان الناس بس ما تقعدش تقول وعوده الانتصارات الخارجيه. حلو ده كويس ويحسب للمدرب بالمناسبه، احنا ما اتكلمناش عليه طبعا، يحسب للمدرب لان ده ما حصلش من يوم فوز الاهلي على الترجي في رادس في دور المجموعات 2018 بالظبط، كان 1-0 كان جابه وليد ازارو في الجوله الخامسه قبل الاخيره، من ساعتها مع كارترون، مع كارترون كان فوق 385 يوم ما الاهلي ما فازش بالظبط، بعديها على طول كانت عادل لو تتذكر مع حريه كوناكري 0-0 واتغلب من ده في الدور 16 بعدين في الدور اللي قبل النهائي من فاق الصيف واتاهل برضه، بعدين اتغلب في النهائي من الترجي، وبعدين الخمس ماتشات اللي لعبهم في البطوله الاخيره كلهم ما فازش، يعني تعادل الماتش وخسر الباقي تقريبا، خسر الاربعه منهم طبعا خساره فضيحه بخمسه وخسر ثلاثه بتاع المجموعات، انا مش عارف ازاي فريق يكسب هنا 5-0 في شوطه راح يتغلب هناك 1-0 وبعدين من سيمبا، وبعدين يتغلب برضه من فيتا كلاب، وبعدين اتعادل، ده التعادل الوحيد بطعم الخساره، بطعم العار مش بطعم الخساره، ان انت قدام شباب الصوره بتتعادل، انت اللي بتتعادل، كنت متاخر 1-0 بقاله 10 سنين، يعني فريق انشئ من 10 سنين وانت متاخر 1-0 وبتتعادل معاه، هو بيجيب جون في الدقيقه 93 بس طبعا اقول غير ده تسلل، تسلل كان صحيح، ماذا لو كان التسلل صحيح، يعني كل دي خساير، فان انت بترجع الثقافه دي تاني ده شيء يحسب شيء كويس مع طبعا. مع الوضع بقى بين قوسين كده ان المنافس لا يمكن نعتبره ان هو مقياس في الحاله دي، مش 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 الفريق القوي، مش فريق غينيا خصوصا ان ما حدش اتفرج على الماتش بالظبط، وحتى والله من غير ما اتفرج ما تخش على النت، كانوا سبورت او حديث الانشاء طبعا بالظبط، مش ده الفريق، لكن كانت معنويا خطوه مهمه انك تكسب بره بالظبط، لازم تعمل ده، انت النادي الاهلي يعني بتبقى انا بعتبر دوري ابطال افريقيا طبعا زي دوري ابطال اوروبا مع الفوارق، ان انت بتبدا من دور المجموعات، يعني دور المجموعات هو ده البدايه بقى اللي ان انت تبتدي تلعب كوره تتاهل اول تاني، والقصه بتاعتك دي نفس القصه زي دور ابطال اوروبا اللي هي بتبتدي من النهارده، مش بقى بالدور التمهيد ومش مين لعب مع مين، كل ده ولا حد بيتفرج عليه اصلا صح. ولا حتى بياخدوه حصري، ولا حد بياخده ولا حد يتفرج عليه، يعني البلد بتاعته اذا كان دينامو زغرب لعب ما اعرفش مين حاجات كده، مع احترامي طبعا للناس دي، لكن البطوله بجد بتبدا من دور الثمانيه اللي هو دور المجموعات، كذلك برضه بتبدا من دور، فما نقدرش نقيس على كان سبورت طيب. للنادي الاهلي. اذا صلاح جمعه هو من وجهه نظرك يعني شايف ان هو اللي يلعب قدام بقى مهاجم، صلاح محسن ولا مروان محسن؟ لا صلاح محسن، صلاح محسن صلاح محسن مسجل في اخر ماتش، حالته المعنويه عاليه، عايز يثبت نفسه مع المدير الفني الجديد، يمكن شويه بيعيب مروان محسن موضوع البطء ده شويه طبعًا. يعني اتمنى ان شاء الله يكون لي حل يعني. ماشي هنشوف، عموما كله في الاخر قرار خاص بمستر فايلر، نتمنى له كل التوفيق في اداره هذه المباراه المرتقبه مع نادي الزمالك. هروح لفاصل سريع ونرجع نواصل حوارنا مع ضيفنا العزيز الاستاذ محسن لملوم بعد الفاصل. نكمل كلامنا على مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر يوم الجمعة القادم بإذن الله. يا أستاذ محسن عايز أتطرق شوية للحكام، والنهاردة في تصريح للكابتن جمال غندور رئيس لجنة الحكام، تصريح غريب شوية استوقفني في الحقيقة، قال لك إن الخيار الخاص بالحكم المصري ما زال مطروح، وإن هو الخيار التالت، لو ما عرفناش نجيب حكم أجنبي قوي هنجيب حكم عربي، ما عرفناش نجيب حكم عربي هيبقى الحكم المصري. بتشوف التصريح ده ازاي؟ والله انا اتمنى ما نوصلش الخيار الثالث عشان المشاكل بالظبط، لكن هو الكابتن جمال معذور في حاجه، المباراه يوم الجمعه، المباراه يوم الجمعه وكل دوريات اوروبا جمعه وسبت وحد، فهو انت صعب هتضطر تنزل بقى الحكام لا يليق طبعا اسمائهم باهلي وزمالك، الخيار الموجود هو بيقول لك اوروبي ثم عربي ثم مصري، اعتقد في وجهه نظر انا في خيار وحيد، ان ما كانش اوروبي يبقى الخيار الثاني الوحيد امريكا الجنوبيه، امريكا الجنوبيه، امريكا الجنوبيه يجيب حكم برضه يعتبر، ما هو كله اجنبي بالنسبه لنا يعني، انا ليه بس ابدا مصر عشان الحساسيه اكيد الدنيا هتبوظ يعني، اول ما يعني مش توقيته خالص مش عايزينها اصلا يعني صح. احنا اهلاويه وزملكاويه في غنى عن ذلك، حتى النهارده اي اسم مصري هتبص تلاقي مشاكل قد كده، الاهلي هيقول الزمالك هيقول، حتى ما كانش تصريحات رسميه تلاقي الجمهور السوشيال ميديا موضوع بيأثر، فبلاش احنا في غنى عن ذلك، حتى لو جبت حكم عربي هتلاقي له برضه هيدوروا له على حاجه الا ان كان بقى يعني نبي وده مش موجود، هتلاقي الحكام
دخلت بص لا ده اصل ده كان من زمان عامل لايك لصفحه الاهلي، لا ده كان معجب لصوره بفانيله الزمالك. طب واحنا في غنى عن الخيار الثاني العربي والمصري، خلينا في الاوروبي اللي هو قاله ان ما كانش انا بضيف لهم من عندي امريكا الجنوبيه، ده يكون افضل. ومره خلص. جربنا ماتش الاهلي والمصري السنه اللي فاتت الدور الثاني، جبنا حكم مكسيكي، الاتحاد جاب حكم مكسيكي كان كويس وكان كويس وكان كويس. حكم المكسيك امريكا الشماليه دي كلها جميله ما فيهاش اي حاجه، يعني تقدر تجيب ده وتقدر تعمل ده وترفع نفسك من الحرج ده خالص، يعني بعيد عن الـ عن الـ عن الحكام العرب او المصريين بصفه خاصه. يعني يا ريت ما يكونش الخيار الثالث ده، بس يكون ان هو بيطرح الخيار ده يبقى ده معناه ايه؟ يعني مزنوق ما لهاش تفسير ثاني. هو بيحط ده اللي هو احتمال عشان لو الناس لو ما تتفاجئش، يعني ما تتفاجئش. واتمنى ما يحصلش، ان على مدار التاريخ ما كانتش مفيده، حصل مشاكل كتيره لا سيما في بعض الاوقات اللي نجحت وكان لها ظروف خاصه، يعني مثلا الدوره لو تفتكر لما الاهلي والزمالك وصلوا الدور الرباعي بس كانت الماتش الاول، لو كانت المباراه دي الاخر لا كانش لا 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 ما كانش هتطلع بنفس الكلام ده. ويمكن اللي ساعتها حسم الجدل كمان ان الزمالك هو اللي جاب جون في نفسه اعتقد احمد توفيق وكان الحكم ابراهيم نور الدين بالظبط وجاب جون في نفسه، يعني ما فيهاش بقى شبهه اوفسايد ولا بتاع، يعني هو رايح صف مشيته زي ما بيقولوا. لكن على مدار التاريخ كان يمكن جمال غندور حكم قبل كده كابتن جمال ماتش 96 وكان خارج بشكل رائع جدا، بس الدور الثاني اللي هناك كانت حاسمها الكابتن ادري كان ضحيتها وحاجات زي كده، ما كانت نادر عبد العظيم انا المباراه الشهيره بتاع الانسحاب حاجات زي كده، فنحن في غنى عنها بالظبط. دخل الماتش اللي هو الماتش الاخير ده ما كان بحكم اجنبي فانت خليك انت احسن، ابعد عن ذلك. الا ان لم توفق في حكم اوروبي فقدامك حكام من امريكا الجنوبيه او من امريكا الشماليه، المهم تبعد عن العرب والمصريين. نتمنى ان المباراه تخرج بالصوره المميزه في كل الاحوال، وان شاء الله الاهلي هو اللي يكسب باذن الله في هذه المباراه. خلينا نروح لمران الاهلي اليوم. النهارده كان الكابتن محمود الخطيب وكان معنا مراسلنا فاروق صلاح، صوته ما كانش واضح شويه لكن هو قال ان النهارده الكابتن محمود الخطيب راح زار التدريبات وقعد مع اللاعبين وقعد كمان مع مؤمن زكريا وكان في حديث مطول. بتشوف مدى اهميه الزياره دي في التوقيت ده بالنسبه للفريق قبل مباراه السوبر وبالنسبه لمؤمن زكريا على المستوى الشخصي؟ خلينا نبدا بمؤمن زكريا الاول. ماشي. طبعا بصراحه عمل حاله في الوسط الكروي المصري بصراحه رائع جدا وكانت اكثر روعه، مش بس من جمهور الاهلي ده اكيد ناديه، لكن من جمهور الزمالك وجمهور الاسماعيلي كمان في انديه عربيه. انا لسه شايف من امبارح تقريبا مباراه في الدور الفلسطيني كل الجمهور احتفل، مش عارف خدمات مناصرات ايه كده اسمه مش فاكر، كل الجمهور رفعوا له اللافتات بنؤيد او بندعم مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي المصري. كل الجمهور كويس بصراحه انا لو اعرف كده كنت جبت لكم معايا الصور هي معايا. كل الجمهور عمل برده التقليد اللي هو الاحتفال بتاع الخاص بتاعه وكان منظر رائع جدا، اطفال وشباب وسيدات ورجال في فلسطين المحتله يعني. وكذلك العدوى منتقله في كذا مكان، فده شيء رائع جدا. جمهور الزمالك بصراحه شابوه ليهم في الحته دي بصراحه رائعه جدا. كل الجماهير بصراحه دعموا وبعض لاعبي الزمالك كمان وبعض لاعبي الزمالك كمان، في كمان كلام ان هو في الدقيقه 8 كل الجمهور هيضيء الكشافات او الموبايلات زي ما بيعملوا في 22 و74 يعملوها في 8 تكريما او دعما لكابتن زكريا. فوجود النهارده فوجوده مع الكابتن محمود الخطيب وفي مصر هنا في انديه كتير كمان عملت الموضوع ده وكمان على مستوى قطاعات الناشئين وهتلاقي كتير، يعني هم المصريين في الحاجات دي جدعان، يعني بعيد عن خلافات الكوره بس تلاقي الحاجات دي أكيد فيها جدعان وبيبان المعدن الحقيقي، وده حاجه كويسه جدا. بشكرهم كلهم بصراحه، حاجه مشرفه للامانه يعني، وحاجه اعتقد ان هي اخجلت الكابتن مؤمن زكريا من كل الحب اللي وديته دفع معنوي مهم قوي، مسانده غايه في الاهميه في توقيت صعب. ربنا يشفيه قبل من بعيد عن الكوره، ربنا يشفيه لان في الكوره شيء تمابات في النهايه في يوم من الايام هتنهي ترفع الحذاء زي ما بيقولوا، لكن نتمنى ان شاء الله ربنا يشفيه. تعلق الحذاء تعلق الحذاء زي ما علقه سيد حمدي كده امبارح بالظبط امبارح نجم من نجوم النادي الاهلي برضه سيد حمدي جاب بطولتين دوري ابطال 2012 جاب جونين لا جون في قبل النهائي لا جونين في قبل النهائي جونين في قبل النهائي مع سانشاين وجون في والترجي جون التعادل هنا والاسيست هناك لجد بالظبط، فهو كان احد ابطال وجون في كاس العالم امام هيروشيما صحيح، فطبعا نتمنى التوفيق طبعا اكيد. فنرجع لكابتن مؤمن زكريا، فدي لفته طيبه جدا من الكابتن محمود الخطيب اللي هو رئيس النادي الاهلي ان هو يبقى موجود معاه، ده دي حاجات بتبقى معنويه اعلى وبتنهي كثير من الجدل، لان في ناس بدات تشكك في النادي الاهلي واصله بيبيع ابناء وكلام كده ما كانش ظريف. الكلام ده ملوش لازمه يعني حتى يعني. ما لقيتش رد من النادي الاهلي، بس هو مش محتاج رد يعني بالظبط، اصل انت لو رديت يبقى معناها ان انت بتدي للكلام ده قيمه. لا النادي الاهلي معروف بعلاقاته دايما مع لاعبيه سواء الحاليين او السابقين او اي حاجه. لا صحيح، فكويس النادي الاهلي اصلا ما ردش وبيرد بالعمل، يعني هو موجود مع الكابتن محمود الخطيب يعني
رئيس النادي الاهلي، يعني ما فيش اعلى كده في النادي، اعلى من كده في النادي الاهلي. فدي لفته طيبه كمان بتاثر على اللعيبه، لفته طيبه جدا من كابتن محمود الخطيب اللي ما اعتقدش هيكررها كتير، يعني مش من عايده ان هي قبل الموسم ما يبدا، هو مش عشان السوبر، عشان السوبر والموسم كله على بعضه ما يبدا، يعني احنا وراكم وبندعمكم. ويعني النادي الاهلي اعتقد من جمهور النادي الاهلي مش مهم عنده قوي البطولات المحليه قبل اكتر من بطوله افريقيا اللي هي طبعا دوري ابطال افريقيا مهمه جدا على النادي الاهلي جداً. بعد ما النادي الاهلي كان يعني تخيل من 6 سنين ما خدهاش النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما زال برضو المتصدر رقم واحد. فما بالك لو كان خدها مره ولا المرتين اللي هو صعد نهائي، فغابت كتير عن النادي الاهلي. والاهلي بيعمل كل ده عشان بطوله افريقيا. اتمنى طبعا النادي الاهلي يوفق في افريقيا زي طبعا النادي الزمالك وبيراميدز والمصري ان شاء الله. وزياره الكابتن محمود الخطيب كان اللاعبين قبل مباراه السوبر ده شيء مهم طبعا، ده شيء مهم جدا، ما هي دي حافز معنوي للاعيبه. اللعيبه طبعا اسم الكابتن محمود الخطيب بعيد ان هو رئيس النادي الاهلي، ده اسم كروي كبير جدا، فلما بيكون موجود معاهم اكيد بيحفزهم اكتر. دي دفعه معنويه للنادي الاهلي، لو النادي الاهلي قدر ليه المكسب في المباراه دي هيكون احد اسباب الفوز زياره الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله باذن الله. اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. نروح مع عالميا بقى شويه، اتكلمنا محليا نروح عالميا. النهارده في ماتشين جامدين، هم اقوى ماتشين صحيح. بورسيا دورتموند مع برشلونه في ملعب سيجنال ادونا بارك، ملعب بورسيا دورتموند في المانيا، ونابولي مع ليفربول، ده ماتش قوي جدا برضو في ايطاليا. لا هي ماتش نابولي وليفربول هي الاقوى، احترامي الاسم من برشلونه بس برشلونه هو لما بينزل ما بيغيب عنه ميسي، وميسي النهارده غالبا هيبقى على دقه التحديد، ان شارك ممكن يشارك نص ساعه ولا حاجه. بس برضو المنافس يعني بقاله فتره مش السنه دي في الدوري، يمكن هو الثالث في الدوري الالماني، برشلونه برضو يمكن الثالث ولا الرابع، بس طبعا ده مش مقياس يعني، ده لسه في بدايه الدوري طالع ونازل. بس هو برشلونه بيتعثر في بدايه الموسم او متعثر السنه دي بسبب غياب ميسي يعني. يمكن كسب ماتش، اتعادل ماتش، حاجه كده يعني، اتعادل ماتشين كده، اتعادل يعني الدنيا معاه ملخبطه. فمش هتلاقيها المباراه اللي ممكن تمتعك كرويا سواء كنت مشجع لبرشلونه او غير مشجع. لكن مباراه نابولي في كل الاحوال قبل ما اتكلم على نابولي سريعا، باكو الكاسير لاعب برشلونه السابق اللي موجود في دورتموند اللي بيحرز اهداف كتيره جدا جدا وجايب لحد دلوقتي تقريبا 6 اهداف في الدوري الالماني، بتشوف ممكن يهدف في مرمى برشلونه النهارده؟ وارد جدا لما بيلعبوا كره مفتوحه يعني، مباريات مفتوحه قصدي، ما عندهمش تكتلات دفاعيه بتاع برشلونه، مش هيدافع اصلا حتى بيلعب بره. زائد الرصيد برشلونه قدام الفرقه الاسبانيه، تخيل هم لعبوا الفرقه الالمانيه لعبهم 30 مره في دوري الابطال على مختلف المسميات، كسب 19 اتغلب 6 تقريبا وتعادل. نابولي بقى وليفربول، متوقع تألق صلاح النهارده؟ اكيد طبعا، دي مباراه صلاح، لان لو تتذكر المباراه دي كانت حجر زاويه لنادي ليفربول السنه اللي فاتت في المجموعه الخامسه، الجوله الاخيره، الجوله الاخيره لما كانت في الانفيلد وكسب 1-0 اللي جاب الجول محمد صلاح. وكان على فكره الفورم ما كانش كويس، ده كان نابولي كده يتعادل، واليسون شال كوره ما تتشالش في اخر ثانيه بالظبط كده يتعادل. لو الجون ده جه ما كانش برشلونه، ما كانش عفوا ليفربول اتاهل ولا خد البطوله. فكانت المباراه دي حجر زاويه بالنسبه لفريق ليفربول ولمحمد صلاح اللي كمل طبعا وخد عمل انجاز تاريخي. فهي شاءت الاقدار طبعا ان هم يقعوا مع بعض برضه في نفس المجموعه، ويبداوا يعني من حيث انتهوا العام الماضي هيبداوا المره دي. فعشان كده هتبقى بصراحه مباراه رائعه جدا، اتمناها انا هتبقى ممتعه، انا مستنيينها كلها. نابولي كمان في الدوري يعني ليفربول 5 من 5 في الدوري الانجليزي، بسم الله ما شاء الله وربنا يزيد، فرق 5 نقط مع مانشستر سيتي بدري يا رب يزودها كمان. عندنا في نابولي لا عاملين عامل موسم رائع جدا، رغم ان هو فوز دراماتيكي في اول في الجوله الاولى على فرنتينا 4-3 على ملعب فرنتينا، وخسر خساره دراماتيكيه برضه قدام يوفنتوس في ملعب ليفنتوس 4-3، وبعدين بدا كسب تقريبا اودينيزي. يعني العمليه بدات تمشي معاه، فهو بصراحه انشيلوتي مدرب كبير طبعا، وكان هيعود كمان امام يوفنتوس، ماتش يوفنتوس كان جامد قوي بالظبط. تعادل ولا لا يوفنتوس كسب؟ بقول لك 4-3 كوليبالي 4، انا بقول لك كسبوا 4-3 وخسروا 4-3 في الاثنين، مش ممكن يعني. مين هيكسب النهارده، ليفربول ولا نابولي؟ ليفربول. بورسيا دورتموند ولا برشلونه؟ اتوقع تعادل. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محسن، نورتنا وشرفتنا، كان ضيفنا العزيز الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي الكبير بالاهرام، واتكلمنا في العديد من الامور والملفات على الساحه الرياضيه المصريه والعالميه كمان، وبالتحديد اخر اخبار النادي الاهلي. ليس لدينا المزيد، وغدا باذن الله تعالى كل الجديد في حلقه جديده من كلام في الميديا. الى اللقاء.